مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم. يا سيدي قربوا تلقاونا في المركز التجاري كريس لاين في ورقلا باش تشاركوا معنا في برنامج فرصتكم باش تشاركوا وتربحوا معنا عدة جوائز مقدمة من طرف الراعي الرسمي لايف وكذلك الراعي الرسمي حضنة. احنا رانا نستناو فيكم باش تشاركوا وتربحوا وتزهيونا ونزهيوكم خلال هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا مع المتسابقة رقم واحد لعدد اليوم لقينا هالدوضة نجمعة الديكور. شوفوا يا درا كاينة شومبرا كي توجدي لها ولا شنو؟ مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك ناصي. الاسم من فضلك؟ ريما. الله يبارك فيك. شباب بزاف اسم شباب، الانسان اللي خير لك هذا الاسم يعرف. عمي عبد الله يبارك. الله يبارك فيك. قول له قالت لك ريما تعرف تخير. معليش يا بلو ان شاء الله. راكي دوري نجمعة الديكور. كالشوم راح تبدل كالشوم راح نشوفك جديد توجد لا جوسمه نشوفك جديد واش كاين يعني. الحين نتعرضوا ان شاء الله بوركو با ان شاء الله بوركو با ولا ان شاء الله راح بيان ان شاء الله عايش عاد الهضره كيما ولا على كاطو لوز ولا كوكاو والله اللي كاينه خيروا حاجه دي بقلاوه بالكوكاو ديروا حبه لوز من فوق لا خلاص علاش ما كان خاطرك هذا طرافك هايل جوسمه ريما واش داير بحياتك سميت قرار هاي نخدم شي بروفيسور الله يبارك من مدى سيك موان فرونسي فرونسي ها نحصل في الكونجيكيزون كلها تقصيني كاع الحمد لله اللي انا اليوم راح نسقسيه معليش يعيشك شوفي ريما راح نقدم لك السؤال الاول معليش ان شاء الله نلقاو عندك الاجابه يا اخي ان شاء الله السؤال الاول يقول اذكر ثلاث بلدان تتواجد بها ولا تنتمي اليها غابه الامازون غابه الامازون البرازيل اهي برازيل كوبا نو السود امريكا دي السود هكا عندك البرازيل زيدي البرازيل عندنا هايتي نو هاي يبقاو لك زوج برازيل هاي ريما هلا ريما وجه في راسك وجه في راسك قولي معليش كونسونت ما جاش كاع ما جاش معليش نبقاو في البرازيل يعطيك الصحة معليش يعني مع المشاركة تاعك تمنينا انه تربحي معنا اليوم بصح معليش حنا ربحنا المشاركة تاعك يعيشك يعطيك الصحة شنو حبيتي تقولي؟ يعطيك الصحة صافي بليزير كي شفتك هنايا الله يعافيك يعطيك الصحة رمضان كريم الله يسلمك كل الأسرة إن شاء الله إن شاء الله اللهم آمين ليكم كما إن شاء الله بون قلنا لك بلي تروحي بصح طبعا ماكش راح تروحي يديك فارغين راح نقدموا لك جائزه مقدمه من طرف الراعي الرسمي للبرنامج نوا التنظيف لايف صحابتي يعطيك الصحة شكرا ان شاء الله دونك ما تروحيش غير يديك فارغين للدار ميرسي يعطيكم الصحة يعطيك الصحة ريما شكرا على المشاركة تاعك الله يسلمك يعيشك مشاهدينا كاين متسابقة واحدة أخرى راح تشارك معنا بصح على حسابها راهم مترافقين اليوم مرحبا بكم يسلمك يعيشك وش الحال؟ يعيشك لاباس الحمد لله الحمد لله الاسم من فضلك؟ شانيز شانيز يبارك فيك يعيشك وين كنت أنا كان يخيروا كي يخيروا اسم شانيز أنا وين كنت؟ أيوة الاسم من فضلك؟ منى منى الله يبارك كيوت يعيشك أخواتات الله يبارك منى كيوت كيما في الدار ولا؟ هي هكا ديما وكيفاش شانيز؟ مليحه نحبها ما كاش مضاربه وما كتسيش حوايجي وما نعرف لا متفاهمين والما عاد انا نصلهم لا مش كامل والما عاد شعلة شتي كيما شتي اسمك شباب بزاف خلاص نذكرهم شوية وكيفاش في التوجة تاع رمضان كيفاش طيب عندكم طيب وما طيبوش وجدنا بصح مازال هكا شوية ماشي كل يعني مازال هكا شوية بصح كيفاش رمضان اللي فات؟ قولي لي رمضان اللي فات كيفاش؟ فاز الحمد لله ولا غير مليح اها وكيفاش كنتوا في الكوزينة داخلين فيها ولا ثم جمع الجي في الزوج تاع القايلة طيب كاش ما نسكتشوا كاش ما يتحرق تروحوا ترميه بلا ما نفيقوا به حنا هكا يا اخي والصح كاع تعطيها بعد شكون؟ ماما هاي ثم انتم تخسروها لي زانكريديو هذا ما كان شو الخضرة باينة تاع الفلون انت كي طيبي الفلون شغل خاصها كي درتي انجاز عظيم الله تهجيني نصعفه منى ما كانش كاع كيفاش تحبي الماء تاع السحور ضاربة هذوك أكثر معنا نكره بالدالة مش عارف علاش راني حاسة بلي شانيز مانيش داخلة في الدالة معليش منى قولي الصح عا سي بون من الضحكة بلا ما تقولي
ساعات. دونك شكون اللي راح يجاوب؟ لما على كراميتهم على منى نورمالمون مش الناس يجاوبوا. هاي ماشي خلاص. دونك السؤال الاول مازال ما لقيناش اجابه عليه، ان شاء الله نلقاو الاجابه عندكم ان شاء الله. السؤال يقول اذكر ثلاث بلدان تتواجد بها ولا تنتمي اليها غابه الامازون. غابه الامازون عفوا على بالنا به رئات العالم. اهي البرازيل. كاين دولة حدا البرازيل؟ يعني راني عاونتك. سبحان الله كاين دولة حدا البرازيل. البرازيل. شوف كم كم هاك. نفس الحرف ماشي نفس النطق. نفس الحرف في العربية ماشي نفس النطق في اللاتينية. برازيل زيد. منى كاش إجابة؟ يعني نخمم. خليني في الماء قولي لي. أفهم الماء نجابوا نتيجة يا أخي. المرة الجاية ما تكرهيش، غسلي وأنتي فرحانة، كاش مسابقة حصليها. إن شاء الله. هيا برازيل. قلنا نفس الحرف بالعربية والنطق باقي يختلف في بلدة بلبا. بلبا في العربية مي بالفرنسية نو. هاي سيدي بي 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 هاي راني نعاون فيكم. ما جاتك حتى دولة في راسك؟ سيري علاش تقولي لي السودان الجزائر المهم قولي. لا خطينا هذا منا جهتنا. زين واش كاين في دولة برازيل؟ برازيل ثاني حصلوا فيها قبيل. برازيل كاع متفقين عليها دونك ما كانش اجابه. شانس يا شانس انا شكرني شكرتك بزاف تضربت في العين. حصليها في عين وطفت هذاك هو يا اخي. اش كان قدام برازيل؟ ما كانش اجابه طالب. منى اخر كلمه. والو 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 للاسف. للاسف حبيتكم تلفوا معنا، حبيت نلقى الاجابه عندكم مي معليش. ربحنا وشنو؟ تفضلي منى. باكستان. باكستان. لا لا باكستان. ارجعوا معي منى. قلت لهم يعطيكم الصحه ربي يوفقكم ان شاء الله راكم تقراوا كيفاش؟ الله يبارك. الله يبارك ربي. الله يبارك ربي يوفقك ان شاء الله. نسمعوا الصغاريت هذا الصيف ان شاء الله باذن الله. يعطيكم الصحه على المشاركه تاعكم وطبعا كالعاده والعوايد حنا نخلو حتى انسان يروح يدي فيها غير نقدم لكم هذه الجائزه مقدمه من طرف الراعي الرسمي للبرنامج منتجة حضنه حليب. هاي سيدي كي ديري الفلون برك تفكرينا. اوكي يعطيكم الصحه. هاي صحه رمضان كريم. ما زلنا نحوسوا على صاحب الإجابة الصحيحة، إن شاء الله برك نلقاوها عندك، مرحبا بك. سلام. وش أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله، الاسم من فضلك؟ ياسمين. ياسمين، ياسمين كيف دير حيل؟ قراي. نقرا. الله يبارك، وش من سنة راكي؟ بيان. بيان الله يبارك. حفظتي سنة؟ إيه. كاش ما كاينة عرضة كي معودة؟ كاينة خلاص ديجا بديت تقامي في العرضة. حسب الامتحان في الجيب يا خي. إن شاء الله. إن شاء الله. شوفي نحتاجوا الإجابة تاعك على زوج أسئلة وإن شاء الله تربحي معنا. إن شاء الله. السؤال الأول يقول شوية جغرافيا ولا ولو؟ إيه شوية. عاية بيان. السؤال الأول يقول أذكر ثلاث بلدان تتواجد بها أو تنتمي إليها غابة الأمازون. نقولهم الكامل؟ لا لا أذكر ثلاث بلدان. بيرو. عندك الإجابة كاع. الله يبارك. يبارك. بيرو، كولومبيا. كولومبيا. برازيل. الله يبارك. يعطيك الصحة. تعرفي وين غابة الأمازون؟ في أمريكا الجنوبية. الله يبارك، هاكي مراجعة دروسك مليحة مليحة ياسمين. يبارك فيك. دونك ضمنتي معنا الجائزة تاع السؤال الأول. يا اخي نمروا للسؤال الثاني من بعد ندوا الجائزة باش نحضروا احنا فاهمين. إن شاء الله. نمروا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول الدولة العربية التي يمر عليها خط الاستواء، وشنو هي؟ الدولة العربية التي يمر عليها خط الاستواء. الصومال نورمالمون. الصومال، إجابة صحيحة. دونك الجغرافيا خلاص راح نكون عايشين على حسابها. يعطيك الصحة ياسمين. نقول لك واش ربحتي معنا؟ ربحتي معنا شاريو مقدم من طرف المركز التجاري كريس لاين. شاريو هذا راح يجي فارغ ونروحوا نعمروه. الوقت عندك دقيقة. والمبلغ 300 ألف.
500 ما لازمش ديباسيه. الى فات 500 راح شاري دوكا نشوف شطارتك في القضيه كيما شطارتك في الجغرافيا ولا لا. ان شاء الله. هاي ابعث 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 صحيتي ما ترجعيهوناش كيما جا يا اخي. هانا نستناو. اي ياسمين ياسمين يا درا يا درا على حساب الشوفه خيرتي واش يعجبك انت يا اخي؟ حتفرحي الوالده ولا كيفاش؟ ايه خيرتي لا ترى كيفاش ما كاينش ياوس ما كاينش لا والو كاين حمص دونك بعث لي بكلا نروحوا لاكاس على حساب السعره معروف 284500 تصلح تصلحي كملتيها خليتينا شويه صرف شويه قهوه يا اخي فكرتي فيها معليش يعطيك الصحة ياسمين راكي احترمتي المبلغ المطلوب والمدة المطلوبة دونك ما بقى لي غير نقول لك يعطيك الصحة على المشاركة تاعك وزيد نقدم لك جائزة أخرى بالنسبة للسؤال الأول مقدمة من طرف الراعي الرسمي للحصة منتوجات حضنة حليب حضي مبروك عليك ياسمين كاش ما حبيتي تقولي لنا ربي يحفظكم وصحة رمضانكم الله يسلمك ونتلاقاو بساعات الخير ان شاء الله يعطيك الصحة يعطيكم الصحة مشاهدينا مع ياسمين كنو اخترنا عدد اليوم ما بقى لي غير نقولكم نعاود نتلاقاو ان شاء الله في الاعداد القادمة ما تنساوش برنامج فرصة متواجد حاليا في المركز التجاري كريس لاين صحة شريبتكم وصحة سهلة